النهاردة هنتعلم طريقة بسكوت سهلة. يعني بسكوت هش هو وخفيف. طريقة سهلة خالص مش مكلف. احنا هستعملنا بيضتين، هنجيب الخلاط ونحط فيه بيضتين وعليهم نقطة فانيليا سايلة. انا بحب استعمل السايلة لان هي ايه مركزة اكتر من اللي في الاكياس او البودرة، وليها ريحة مميزة. يعني بحط عليها نقطة فانيليا، بحط عليها كوباية سكر بودرة، او لو ما كانش سكر بودرة ممكن لما هنحطه في الخلاط هيدوب، من العادي ده نحط نص كوباية، لكن لو سكر بودرة هنحط كوباية كاملة. وعليهم ما يعادل نص كوباية زيت او 4 معالق سمنة، يعني في الحدود دي، هي سمنة يا زيت حسب الرغبة، بس انا عملته بزيت عشان يكون خفيف وبس. وبعدين هنضرب في الخلاط ضرب كتير لغاية ما المكونات كلها تمتزج. وهنجيب وعاء ونحط فيه بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر مع 3 كوبايات دقيق، ونعجنهم مع الخليط اللي احنا اتكلمنا عنه. لو احنا لقينا ان العجينة ملزقة مش متماسكة هنزود شوية دقيق بالطلب، يعني شوية شوية صغيرين لغاية ما العجينة تتماسك. وهنقسم، لو احنا عايزين نلون هنقسم العجينة نصين، هنحط كاكاو خام على نص العجين والنص التاني ابيض، وهنحط الاتنين مع بعض وهنحطهم جوه مكنة البوتيفور او مكنة البسكوت، فهيطلع معانا الشكل كده، نص بني ونص ابيض. حابين نعمل كله ابيض زي كده هنحط العجينة البيضة، بس كله حسب الرغبة يعني زي ما حضرتكم عايزين. وننسى ونحطها في فرن تكون سخنة، مش هتاخد اكتر من 15 دقيقة للسوا. هنطلعها ترتاح وبعدين نبدأ ان احنا نحطها في علبة تلاجة ونحفظها في مكان جاف. شكرا. يا ريت تتابعوا القناة، ولو انتم محتاجين اي فيديوهات تخص اكلات معينة او حلويات او اي شيء تكتبوا لنا تعليقات. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير ولايك واشتراك في القناة. شكرا. أعزائنا متابعين قناة مطبخ 5 نجوم، عشان توصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنعملها المفيدة بالنسبة لكم، ياريت نضغط على زر الاشتراك الموجود تحت أي فيديو من الفيديوهات على القناة. اشتراك، أول ما تضغط على زر الاشتراك هيظهر لحضراتكم علامة صح إنكم مشتركين في القناة، وهيظهر جنبها علامة الجرس. عشان تظهر لحضرتك إشعار بكل فيديو جديد نازل لازم تضغط على تفعل علامة الجرس، اضغط عليه كليك كده وتحط علامة صح قدام إرسال إشعار، إرسال جميع الإشعارات بشأن هذه القناة، وتدوس على حفظ. مجرد أي فيديو هينزل هيجي لحضرتك إشعار كده في الفوق خالص هنا عند الجرس عند قناتك بإن في فيديو جديد من مطبخ 5 نجوم. بشكر حضراتكم لمتابعتنا للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.